الأخبار مشاهدينا الكرام من قناة من القاهرة، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة 67 بمقر أكاديمية الشرطة، وفور وصوله مقر الأكاديمية وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة. وفي سياق ذي صلة أطلق الرئيس السيسي إشارة بدء بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، كما قام بتكريم عدد من أسماء شهداء الشرطة. أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أنه لا تهاون مع كل من يرفع السلاح أو يحاول المساس بأمن الوطن. وفي كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة 67 الذي شهده الرئيس السيسي، لفت توفيق أن قوات الشرطة تتعاون مع القوات المسلحة لضرب الإرهاب وتقويض المخططات الإجرامية بحسم، مشيرا إلى أن مصر اجتازت بقيادة الرئيس السيسي مراحل التحدي والصعاب. أعلنت القوات المسلحة مشاركتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية في تأمين الاحتفالات بذكرى 25 من يناير وأعياد الشرطة بكافة محافظات الجمهورية. وأتمت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة في تأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية وتكثيف إجراءات التأمين على الطرق والمحاور المرورية، كما استعدت عناصر من القوات الخاصة ووحدات التدخل السريع والشرطة العسكرية. عقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الليتواني عقب جلسة مباحثات ناقشت سبل تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض جهود مجلس النواب في الشأن التشريعي المتعلق بالإصلاح الاقتصادي وبحث تعزيز فرص الاستثمار الليتواني في مصر. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن مصر حققت قفزات كبيرة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية. وخلال مشاركتها في مائدة مستديرة نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أشادت نصر بما تناوله تقرير أونكتاد عن ارتفاع تدفقات الاستثمار في مصر لتصل لأعلى نسبة في إفريقيا والتي تبلغ 7%. أعربت روسيا عن قلقها إزاء استمرار تدهور الأوضاع في إدلب السورية والتي باتت تخضع بالكامل تقريبا لسيطرة جبهة النصرة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي إن الأمريكيين لا يقدمون على أي خطوات لتنفيذ قرار سحب قواتهم، مشيرة إلى أنه من المهم الآن منع التصعيد في شمال شرق سوريا. تمكنت الشرطة المغربية من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 13 فردا. وأضاف بيان لوزارة الداخلية أنه تم العثور بحوزة الموقوفين على أسلحة بيضاء وأقنعة وكتب تحمل أفكارا متطرفة، بالإضافة إلى مخطوطة يبايع فيها أفراد الخلية زعيم تنظيم داعش الإرهابي. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب رامون سانشيز في 10:30 مساء، حيث يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ويسعى حامل اللقب لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها في 30 من يناير الجاري على ملعب كام نو. ختام الموجز مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.